Bonjour. Bonjour. ركب مكن المصنع الجديد، عايزه يشتغل في خلال شهر واحد. حبيبي انت مفطور ليه دخل؟ هي الهنم بتشتغل ايه بالظبط؟ سالتني السؤال ده 100 مره، قلت لك مش شغلك. يلا اتفضل. روح تخلص البضاعه اللي في البنك. هي اوراقها فين يا فندم؟ سعيد هيروح معاك يسلمها لك. حاضر. البضاعه دي يا سعيد عاوزها تدخل المخازن بكره بالكتير. حاضر يا فندم. وتبعت لي شريف بشنطه الاوراق على هنا. امرك. اتفضل. بعد اذنك. اتفضل. امنيه، هسافر اوروبا الاسبوع الجاي. اتينا؟ ايوه، بس هنبعت وجه جديد يروح لك بالبضاعه وتشيليه وهو راجع. المشوار ده انا عارفاه كويس قوي ومش محتاجه لحد معايا. لا، سافرت كتير وده يخلي الشك يحوم حواليكي وشنطتك تتفتش. مش عايزه يعرف حاجه. امرك. ده احنا بقينا شوكولاته خالص يا جدعان وماشيين بنترعش في الحاره. ما هو زمن العجايب. شريف. مالك عامل في نفسك كده؟ من مجالك. ما خلاص بقى، بقت حته من الحاره وتعودنا عليها. مقرف، الحاره كلها بقت مقرفه. انت مش قلت لي ان احنا هنخرج سوا النهارده؟ خليتني كده بس البس واتشيك واقعد مستنياك من العصر. ما هو البيبي يا سجين في فيلته امرني ان اروح له واخد منه الاوامر شخصية. وانا عماله اصبر نفسي اقول زمانه جاي وهنخرج سوا ونشوف الدنيا. تبصي لي كده ليه يا شريف؟ هو ايه اللي حلو يا شريف؟ فردوس. نعم نعم يما. ما تقفلي بقى يا ضنايا. حاضر حاضر يما. اقفل الباب. بس بعد الجواز. بعدين بعدين يا شريف. طب طب تعالي نطلع السطوح. لا لا ما اقدرش شريف، انت عارف انا ما اقدرش اديلك حاجه اكتر من كده دلوقتي. لما نكتب الكتاب عمري ما هقول لك لا.